واتساب، فيسبوك، ماسنجر، ويتشات، وسكايب وغيرها الكثير من التطبيقات التي لا عد لها ولا حصر، والتي يتجاوز عدد مستخدميها حالياً 1 مليار مستخدم، يتبادلون 27 تريليون رسالة. فلدينا تطبيق واتساب الذي يتصدر قائمة تطبيقات الدردشة الفورية بعدد مستخدمين يبلغ 350 مليون مستخدم، وتطبيق يوتيوب بعدد مستخدمين يزيد عن 30 مليون مستخدم، وعدد مستخدمي الإنستغرام النشطين يومياً أكثر من 500 مليون مستخدم. والكثير من هذه الأرقام ليأتي تطبيق التيك توك، ويترتب الصدارة بنحو 600 مليون شخص يستخدمون التطبيق حول العالم، و150 مليون شخص يستخدمون التطبيق يومياً. تطبيق تيك توك الذي اجتاح العالم بسرعة كبيرة والذي انطلق عام 2016 عمل بطريقة مشابهة لفيسبوك أو غيره من منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن المادة الأساسية التي يتشاركها الأصدقاء فيه ليست المنشورات أو الصور، إنما مواد الفيديو. وعلى موقع الشركة المصنعة يعرف التطبيق نفسه بالمنصة التي تصور وتوثق وتقدم وجه العالم الخلاق، المعرفة ولحظات الحياة المهمة عبر جهاز الهاتف الذكي. لاقى التطبيق في العالم نجاحاً واسعاً، ففي الصين وصل عدد المستخدمين إلى 300 مليون مستخدم، وفي الهند تم تحميله أكثر من 119 مليون مرة مقابل نحو 40 مليون مرة في الولايات المتحدة الأمريكية و28 مليون مرة في تركيا. استخدامات تيك توك تراوحت بين الاستخدام السلبي والإيجابي، ودفعت أعداد المستخدمين الكبيرة إلى طرح أسئلة عديدة حول مستقبل التيك توك، إذ يتساءل أصحاب الاختصاص إذا ما بدأ يهدد عرش فيسبوك مثلاً. الفيسبوك أيقن حجم المنافسة وحاول الاستمرار في المعركة مع التيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، إذ أطلق تطبيقاً مشابهاً منذ فترة قصيرة وهو تطبيق لاسو، الذي لا زال مغموراً ولم يحقق الشهرة المنشودة.